صاحب الجلالة الإنجليز محمد داوي سديسة تحفظ ربي بيد غرق سرا قلدان غفاسة فمسون النور زمن شنفار نعمام الحماية الاجتماعية سولة توترا سنتقي ساتير نفوس في مشاشكتنا إمجورة لسرس ديننا عصن فرادة قلدان اللي رقيس فيد نغوم زواروي في اللحنة دي حريفين دي مسورين زويلي تفرنين يغواسن تويسي ان توريمون دغواسن المقاول الذاتي لكن لا دغواسن المحاسبة أخم كلينا ريت قيس سفيد نغمسان توريوين نساتي سناتا ميدني أضنينا أرد كل تعمم الحماية الاجتماعية إمغربيين كريغانا إن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي نقوم بها والنهوض بالتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ويأتي في مقدمة ذلك توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة التي ستبقى شغلنا الشاغل حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية. أنا مقرن طبعا مسعيز أخنوش يسكرين وقرا ومقرن السنكرات نوفمبر سيد ولفت 20 دياني سمونا كويس يمسكرن ليستوهمانين سما ساكتين وصنفارات للجران وقليدة تحفظ ربي اللي يزدين سعمم الحماية الاجتماعية يق الحال تاع الوزير تنسدم سادو قريد الوزير نسدو سيدو حطو انامون الوزير نتفلح تاع تغمرت غير تنفلت نوغاماد وما تاغانينا الوزير نصنعت تسببت تاع الوزير تسمريت صنعت قبورت تدمس تاع انامون تاع تنيا وست الوزير تنتدب ندار تاع الوزير تنسدم سادو قريد اللي ولا الميزانيه الوزير تنتدب ندارو مغروط مبغط اللي ولا الاستثمار زيتي الخائيه دوشني ودون سرسي تاع انامون تاع من هال أمتان لسنسيس المغور نضبط يبيد فمسن المقرد دي مسكرنا دني تفدى دي ليانو الزوج جنوش نفراد مقور نعمم الحماية الاجتماعية سكرنا اسمي اللي للجنرال ولي ذات يحفظ ربي دي اللي ناغتو قلت الخطابات ننسى دي نو ننسى ذات يحفظ ربي اللي غير ترسال الدولة الاجتماعية يمسكرنا دام سوال نولا فما ساكتين نتغوش اللي ردي التوشكر فاز التوشكر نيس نفرناد الجرال نوغلي داد الحينتا سوا نوكا ما يزدين ناس الحماية الاجتماعية أفاد دا كولو قيس فايد مغربيين كريغانا صغيك اللي استيرا صاحب الجرال الانجليز محمد ويصديصة يحفظ ربي يقوس نفر نعمم من تغطية صحية ينغيس نفر نمقورنين اللي مهي نورز من الجرال وقليدة تحفظ ربي تيقات ورياد اختدوك إرواني بتفلس الجرال وقليدة إراقي سايكري الزلدة يسين في الهشاشة يوسي توجوين لمهي دروش الحالة عمي ماكو ان تغطية صحية يتمزير تليست مزير سايكريغانا يقو عمم من تغطية صحية الزغس سنيان دو جنبير سيد والف العشرين سين يتوري تقلزان تباري فولكينة ليزوغازنا يسبيد ترسل نسا انت مزير تنمون سنغد الدولة الاجتماعية لأوك صدرنا غيلا دي تمازير دي تمازير تا لي ساوساني سوز نفارات نسدوسي عاد سفايد نغمسان وسيساد التغطية الصحية عاد الزرينا السبيطارات نتمازير تنخفى بور بلا فرانا سولا رسنا وكاتيك فان ولا يسافرنا نغد الأدوية تسكير التعليمات تقلدانيين يتونين صاحب الجلالة قليد محمد داوي صديصة تحفظ ربي اللي يزدين سن نورز من نسجد دي قوتنا يوبرز نسدوسي تنمورت استغرس نسجد نسنتوتين نسدوسي غتمازير تنغى سول سليق ومن سنت أفاد دي ليان الزوج جد الحين تنوش نفار نعم من تغطية الصحية أد الحماية الاجتماعية توسكر نت سبيطارات دوماس نجيجي مزداغ نسجان قلميم ويدنون لدوك أوفانين تيوريوين نجيجي فولكينين غيلادة اللي غداوك القمن كراد وماس نجيجي غكراد قليما أقول ميم أصزاق زطنطان سبيطارات هذا قيس أوكا تغوشيوين لقوام نجيجي أرقيس الزرين يمزداغن نتسجيوين نصحر نغزة مغربيت نتسجيوين نفوس نتقلديت روك الزرين إيوانونا وكان زموطان استفدت من هاد الورش الملكي هاد التغطية الصحية اللي جات والله يجازيه بالخير على هاد المبادرة الطيبة اللي دارها المغاربة كاملين. وبالنسبة سميتو كنمشي للسبيطار لا مراكش ولا متبعة في مراكش ومتبعة أنا في المستشفى الجهوي ديال قلميم متبعة فيهم والله الحمد لله كيستقبلوني مزيان وكيوقفوا معايا الله يجازيهم بالخير. هاد الورش اللي دار سيدنا الله يجازيه بالخير
دار هاد التغطيه ديال امو التضامن فابور الله يجازيه بالخير. في اطار ورش الحمايه الاجتماعيه الذي اعطى صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصره الانطلاقه ديالو، يقوم المركز الاستشفائي الجهوي باستقبال جميع الوافدين من جهه اقليميم وادنون المستفيدين من هذا الورش الذي هو التامين الاجباري الذي عوض الرميد. تقوم مصلحه الاستقبال والقبول بتسهيل ولوج الوافدين الى جميع الخدمات الصحيه المقدمه من طرف المركز الاستشفائي الجهوي بقليم. كنحب نصاد باش هاد الزريح يستيح الناس المستوصفة نمحيريش نقول ميم نشكاد سما نغيدر نتشكر الملك نحل هذا احتياج جربي هي يعني فاحية للالتفاتة عرض نتشكات سما نغيد تامد يعني المعاملة نصنع تفولكي لا بالنسبة للأطور لا بالنسبة للأطبيب ولا تفرمليين يعني المعاملة تفولكي تا بالنسبة لي حنا الزريع انا راح كان الدواء يعني راح المعاملة نشكر الملك في المبادرة لاحي إيفا الورش وقليد اللي فتحوا قليد اللي خصنا اللي تخصنا التغطية الصحية التشكاني موضانا راس نزري المركزات فابور إلا غد العدد المرافق مرفق صحة الأم والطفل المرفق الفحوصات الطبية المرفقنا الصيدلة يعني ارتشكاني موضان صغير يوميا بصفة مستمرة رسن الزراعي التوين حتى الدواء فابور الحمد لله. الحماية الاجتماعية كمحور جد مهم بالنسبة للمغاربة واللي بدا من منذ 2002 هذا المسلسل ديال التغطيه الصحيه. الحمايه الاجتماعيه تقيت تغوشه بهريج توهماني مغربيين اللي سفال نزغوا جوكوز نسي دوال في السينا اللي قلت لك مغيلاد عامه من نسا اللي غيفك صاحب الجلاله قلت محمد ويسدات يحفظ ربي تعليمات نسا اي تعممه غاتقيرا نشكوز نسي دوال في العشرين سينا ورسولي اللي غيلاد كرانو مغربي ولا كرانت مغربي تاو تفايد غمسكتين نص نفراد التغطيه الصحيه نسمى تيميد نتينا اللي كانين غراميد سما سن امو تضامون. نقيل تلقائيا الناس اللي كانوا في الرميد الامو تضامون كاين صنف ديال غير الاجراء والصنف ديال الاجراء يعني جميع الشرائح المغربيه اليوم كتلقى راسها مغطية بالتغطية الصحية. يبلغ عدد المستفيدين أمر التضامن أزيد من 10 ملايين مستفيد اللي الدولة هي اللي كتحمل الاشتراكات ديالهم. لحد الساعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توصل بما يزيد على 2 مليون ملف تعويض وتحمل مسبق. لكن ميد نالي دار متضامن وكار المراول الملايين الدوله اتني ولان ارغيلاد لا سينيسيس الكمتيد ما يتكان وكار نسيد المليون الملف نتعويض اما يد اللي مشورين اللي تفايدين الكمن غيلاد ما يتكان 1.8 مليون نيانا تيجي المراول السنه اغا طمز نتعويض نصنا ما يتكان سيني دوال فن البيروات اي سرس لا سينيسيس ايميد ناكريك تسكان تقديت نخا ما يتقولو تفادى نطاز لضرائب مزداغه تجدنا وكيد اللي تبتشن الوكالات نغتدي شنورينا لتمتينينا ليوك سكانة مزار ديدرارنا يلي وليان ونورز من وماس التوزلين يمدنا سنية الكامة 39 لخدمة الزبناء 39 ميدنين عضابات ميدن اللي عدرنين ولا اثنين سفيدنا غما ساكتين نتوري ونادة تنامونين غد الخدمات العمومية اللي يسن توشكرنين سولقين تختي دروانين يبارز الإعاقة أفاد دامزن ميدنا دي جرفا نسن جون اثنين جون دا كل ميدنا اختدقي سنتي جوارا التغطية الصحية أغا وسادة اللي غير الجلال وقلية تحفظ ربي يلك ما يتمازير تسادي تمازير سكراغانا نوغان سكراغ ميدناد دي تسجيوين نفوس نتقل جيت نخ فكيناغ توقياد فومنيداد فوس نفراد مقور الجنوب يا تيحفظ ربي. بالنسبة للتغطية الصحية الحمد لله الله ينصر جلالة الملك محمد السادس على إعطائه التام للأسر الفقيرة للاستفادة من التغطية الصحية الحماية الاجتماعية طبعا الحمد لله احنا فرحين
لكل الفرح في الأورش الملكية والله ينصر سيدنا. عندي الولد مريض من الإزدياد ديالو خلق ذاك المرض في الرأس ديالو. بالنسبة للتغطية الصحية الحمد لله فيما مشيت ندي ولدي للمستشفيات ديال الدولة ما كان لقاش شي حرج ولا كان لقى مساعدة من الأطر الطبية الله يجازيهم بخير. هذه المبادرة اللي شحالها كنحاولوا باش تجينا وهي الحمد لله اليوم جاتنا بخير وعلى خير وكل شيء استفاد لا الكبير ولا الصغير ولا الضعيف ولا كذا وسيدنا الله ينصره جاب هذه المبادرة استفدوا منها الناس اللي لاحقين عليها واستفدوا منها الحمد لله أولادنا هذه الإعاقة وجميع اللي لاحق على شي حاجة راه استفاد بها المواطنين من طنجة للقويرة يتقدموا لهذا الورش يتقيدوا ويأخذوا الدواء ديالهم ويأخذوا مسائلهم. كنديروا واحد دي كونسلطاسيون استشارات اللي كتكون اسبوعيه كيستافدوا منها المرافقين ديال المركز اللي كيجيو للمركز. رنزري ميد ناكل التائمه لاستر رنزري سدوجين سنه مملكتك سواء هكا ولي دار الاعاقات الذهنيات التوحد اللي كانوا لا تزنين اللي شخصان تفوريز مازن سدوجين سنه نتفور ولا توريقي سنه نوجيجي مثلا اضطراب التوحد وهذا اللي كيجيو سواء من اجل التشخيص سواء من اجل المتابعه ديال الحاله ديالهم. تخدم غير قاعه العلاجات دي تشكد غوري مجموعه من المستفيدين تقريبا على ما يقرب 330 مستفيد غور قاعه العلاجات مجموعه من المتخصصين عندنا الطب العام طب جراحه الاطفال الطب النفسي غور مجموعه من المتخصصين متخصص نفسي الحركي والنطق ترويض الحركي يعني تشكد هنا مجموعه الاطباء يستفد كامل المستفيدين اللي المركز كتخصص ديالي هون انني كنستقبل مواعيد استشارات طبيه كنحاول انني نلاقي لي باسيون المريض مع الدكتور اي لوازم اي اوراق طبيه ولا شي حاجه اللي نعمروهم كنعمروهم في السادوسوان. بالنسبه للاشخاص في وضعيه الاعاقه ولا فئات الهشه كانوا في امس الحاجه مثل هذه المبادره هذه واللي كانت الحمد لله ناجحه واللي من خلالها انا من الناس المستفده في هذا الورش هذا واللي الحمد لله فيه تغطيه صحيه كتستفد من جميع الخدمات الطبيه مجانا وكذلك تعويضات اسريه حتى هي مجانا. المشروع ديال سيدنا نهار سمعنا في التلفازه راه تبارك الله الشعور ما كيتوصف ولكن كنحبوه بغيناه واستفدنا الحمد لله وجرينا وتقدينا ورقاتنا والعائلة ديالي الحمد لله تسجلنا في السجل السكنة والسجل الموحد ومؤشر عندي الحمد لله علي بحال الناس وكناخذ داك البركة والدواء وتدواز الحمد لله وكنشكر سيدنا على هذه المبادرة هذه كنشكره جزيل الشكر. دارنا 80 حاله لا نقيسن الحالات من داخل المركز دمسن الحالات من خارج المركز الحالات دار استفادنا الترونسبور غراتويتمون دمسن الترويض الطبي ابري اون كونسلطاسيون ميديكال بالنسبه لو بلان دو تريتمون شاكان استفاد سولون لي كاباسيتي اي لي انفيرميتي موتريس لي دار سيلان لان دار حملنا الانواع الاعاقه الا الشلل النصفي الشلل الجزئي الشلل الكلي اي دوتغ باثولوجي بور لي زونفون كي نو بوف با مارشي انسكار دي زيكزارسيس بور لا ريدوكاسيون ا لا مارش لي زونفون كي نو بو با بوجي اون في لا موبيليزاسيون باسيف. كل مربيه كتشرف على التاطير والتربيه ديال جوج ديال المستفيدين كنشتغلوا معاهم بدايه ببرنامج ABA اناليز ابليكي دو كومبورتمون اللي كيهدف بالاساس لتعديل السلوك ديال الطفل من سلوك سلبي الى سلوك ايجابي بالاضافه الى الاستقلاليه الذاتيه. Thank you.
هذه البادرة الملكية استحسناها لأنها تقدم إضافة لهذه الفئة هذه، يعني هذه المبادرة الملكية ديال الحماية الاجتماعية. تمثلت أن الحماية الاجتماعية أن الجلالة نقولي إذا تحفظ ربي تشمغ بهرة نكونين أران السفرة كإمدنا للدار الإعاقة وتمازير النخة درس نسكر توجيه هي درس نتزنينا دين عضاب دويد عضرنينا جويلة أولي اللانين غمس ومساد الإعاقة مدناد اللي سبتيتو الجلالة نقولي إذا تحفظ ربي اللي كان عندها داخل المركز حاولنا نوجههم ونقوم بالتحسيس ديالهم. اليوم راه تقريبا واحد العدد كبير اللي عندنا داخل المركز كيستافدوا الاباء ديالهم من هذه المبادره هذه اللي صراحه هي اضافه كبيره، وكنشكروا عليها صاحب الجلاله الملك محمد السادس لانه دائما يولي اهتمام كبير لهذه الفئه هذه فئه الاشخاص فوضيه الاعاقه. ميدن القرين غلا عمري افقير نادت فقيرين اللي دار اوري ليانا ميدنا لور طافنين توجوين نسنا اللي زداغنين غتقوم اللي توجلينين سميدنا د مقورين غلا عمر اولا اثنين يصفرحتني تباهر الجلال ولات تحفظ ربي شوف نفرض نس مقورنا الحمايه الاجتماعيه اللي رادا سنيت اير اولا اثنين شولك من فلاس. الدوله الاجتماعيه كيف بغاها سيدنا الله ينصرو الأشخاص المسنين قاسم مشترك ويعني وجزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الكبيرة اللي شافها سيدنا. الدولة الاجتماعية أمكليتي رجال الولية تحفظ ربي ميدناد اللي مقورنا غل عمر أولا اثنين يشملتنا واش نفرض لجلال الولية نكون غماس نتنس منتدى أرنشوري أن تسلك ميدناد مقورنا غل عمر يفقرن ورتي فقرين فما يلي رجال الولية تحفظ ربي فزدرنا تدرتنا سنة غيزماز فولكيني خلال بناء وتجهيز هذا المركز اللي يضمهم واللي يرفق بهم واللي يعطيهم سبل الحياة الكريمة والعيش الكريم. الورشة اللي سكر جلالة الملكة تنصر ربي أتي يرقص نخارته لحتى نكوني أنقيد ميدناد اللي دار نغيلان باش استفاد نغا التغطية الصحية يكتيد ميدناد الفئيات يكتيد تيدا تنصر ربي هي غير نماغ باش أتنشكش أماس السجلات ولا باش تستفاد من أماس التغطية الصحية إن شاء الله الدعم الاجتماعي. في إطار الدينامية اللي تعيش مزيرنا المغرب سلوان الدوك يعني دارت الخطاب من عيد العرش وقليد محمد السادس تنصر ربي اللي يسرس يعني الأسس من الدولة الاجتماعية اللي غلاني العدد الأوراش سلوان الدوك الورش الحماية الاجتماعية اللي يتسيب لي النقد اللي غتستفاد من العدد الفئات غير المجتمع اللي استمكانين وغتستفاد من التغطية الصحية غير الدرس الامكانيه للولوج يعني الخدمات الصحيه اللي قال برنامج غير التعميم التغطيه الصحيه بطبيعه الحال كل المواطنين المواطنات اللي درس الحق للولوج للخدمات الصحيه غادي كان مساله مهمه مساله استراتيجيه ورش ملكي بامتياز غادي يريحي العدد الملايين من مد الفقراء في المغرب يعني عدد المناطق القرويه تنحي دمس من دائره الفقر تنف دائره الاستهداف الطبي الصحي. الجلالة نقولي ذا تحفظ ربي رغم سنة تمازيرت هذه تمازيرت هذا كزير سنة تيليت وزغت نسنة ما يدى في ديوة تحفظ ربي أسيس أمينو لرايوس يمغربين نخاغو برازن توزغت هذا كإيرينت دار توجوين تيقومان سنة سول يوسسن سقريض اللي ويلي رانين أدسغين توزغين نسنة ما يتقن مراون المليون رتيكفاني توجوين لرادي سغتي هما اللي سوانين يزدار 30 مليون يغد 30 مليون ساد المليون التوزن توجيوي اللي رينا تصغير تيقوما اللي سوانين نقر 30 مليون 40 مليون غنقلي ديوي الجنوب اللي تيحفظ ربي ولا ينغواس فما ساكتين نتي كي تويسين قريضنا اللي راه دامزني مغربين نخ شيخ فونس ديريكت كوتيور واللي صغاو سنين سما شنو الفراد واللي ما يديروش الحال واللي قالين يزبو تروى هذا سنتي كفان مراوني زوال في نكوت تيور اذا نقيس توجيوي اللي ريت طامز وكار 20 والف نكوت تيور واللي قالين يزبو تروى.
وسنشرع بعون الله وتوفيقه في نهاية هذه السنة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تجسيدا لقيام التضامن الاجتماعي الراسخة عند المغاربة. فقد قررنا أن لا يقتصر هذا البرنامج على التعويضات العائلية فقط، بل حرصنا على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة. ويهم هذا الدعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديث الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال وفي سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفراد المسنين. وبفضل أثره المباشر سيساهم هذا البرنامج في الرفع من المستوى المعيشي لعائلات المستهدفة وفي محاربة الفقر والهشاشة وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية. فالمجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة عندما يكون أكثر تضامنا وأكثر تحسينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية. ما يتقن سيد المليون ذكوز والف ذكوز دميا توجيس فيد نغمس نغوس نتويسي تنمون شني الدعم الاجتماعي المباشر سقاريد نقرن 524 مليون درهمة تويسي تمزوروتا تيكفاي توجوين لغلان تشروض الاستفادة نزلي سفيدنين زغ 20 جتام دو جنبير اللي يزرينه جوكارن 64 مليون طلبات لهمانين تيويسين كوتايور يتزانين لقرانين زويدو رقرانين 34% كيسي توجلي الطلبات نتويسي 500 درهم ندمروني جوالف كوتايور 273 طلب توجلي الولادة. كي استاف 14 شهور هيا الحمد لله 42 درهم داريلان استاف تقول كلهم الحمد لله الله مالك الحمد لا دفعنا الدوسيات نداح تاني كنينس نفع الدوسيات نحية التوقبال الحمد لله لا هدي في غلكود ندون تخلص الله مالك الحمد أرى 14 شهور هيا رحن تخلص نتشكر جلالة الملك محمد السادس الطيب الطيب الزربي الخيرات اللي يحضي الصيف. أغواس نتويسين توزغت لكم الجيس ميدن اللي جيس فايدنين أرتو الزومت نويوراد يوليوز السادمرة والفة 20 سين جيس تصحي مغربين اللي ازدغنين غتميزارن برا إيقواتيق نتوزغين اللي استغنين 6.3 مليار درهمة توسيقيس الدولة 6.3 مليار درهمة إيقو غواس نالجرية نوكليد نتويسين توزغت ودريوس هذه الصرخ توقري في ميدن اللي دار الداخل المحدودة زد طبقة مجهديته الدرس نتي اللي توزغت نسني فولكينة درن تودرت نسنا أغلى نزماز تودرت. برنامج دعم السكن هو برنامج وطني اجتماعي يحظى بأولوية خاصة لدى مصالح غواسد نتويسين توزغتي غيون غواس أنا مور اللي غان غمس نتوالي وين تيم زوران الوزارة نسنيو الدول وكالة نمور توزغت دمس نتسرسيت نتمدين ته غيون غواس اللي تيكفان غمنيد لجران وقليد محمد وشيات تحفظ ربي غيون غواس اللي اسمو انتيزين قرسي جوال في 20 دوكوز سي جوال في 20 ستامة غواسد ريوسي مغربين الخد درس نتي اللي توزغت غيكان ولادي مغربين يزدغن اختميزان برا صغر الجسن لنا الشروط وأن يكون المستفيد لم يسبق له أن استفاد سابقا من أي برنامج في السكن. العقارات المستهدفه أيضا غد العقار اللي سغوسن سمس نتويسيات زايغات ولين اوريزري وتيغنس 700000 درهم يقرا ودردين ز تكليته تزوروت اللي دار رخصان تزغت زغس يناير سي 22 غراد ديغو عمم تعويض يولي نقرانين تولي ويلي دار تولي نسن وبدانا إيقايا تغطي رسال سكوستا نعمم الحماية الاجتماعية أخم كلي تني تيستر سوزر في الإطار تسعود 21 تولي هذا تقايا نصن فار مقورنا ديانو زرف إيرواني خدام دي مسوري نغت مزير نخة اللي رداوك إيرو أولا إيتو درت نسنة تولي هذا نعمم تعويض إيميدنا لنقرانا تولي نسنة اللي غاسورينا دارس شروط نسا. فقدان الشغل إيجا يعني التعويض اللي هيك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأجراء أو إخدام اللي خدمين إماس القطاع الخاص اللي فقدن الخدمة نسن نتيجة ظروف خارج عن الإرادة نسن ميتستفاد فقدان الشغل أولا أجراء الأجراء القطاع الخاص نسين الشروط أولا الأجير
اللي فقد الخدمه خاص دير سيدي 780 يوم في مده 36 يوم اللي قبل من فقدان الشغل. الشهر الثاني يجي 260 يوم خاص تنتسمون يما 12 شهر اللي يجيش كان قبل من فقدان الشغل. مش كي قال المبلغ الطويل يقال المبلغ الطويل يقال 70% المعدل الأجر 36 شهر اللي قبل من فقدان الشغل الأول اللي فقدان سميتو أريد خلاص لمدة 6 أشهر. كاين صنفر ناظم قرنين اللي توسكرنين وراويلي شو الزوازنين راهي توسكر قالوا ويدي ملانيا توري مقرن تنامون تالي في بيد الجلالة نوكليز محمد وشزات يحفظ ربي اللي رانا ادتي للعدل الاجتماعية الكرامة دارت مزير ديست مزيرت اللي رزا كباه رايا وشاف نفاليت نزمزيرت نخا اللي راديق اختد يبيد نفتي رسالة نزمزيرت تنامون نغد الدولة الاجتماعية.